زمن هات يا زمن جيب كل أحزانك تعالي بالمحن هات يا زمن هات يا زمن هات يا زمن هات يا زمن جيب كل أحزانك تعالي بالمحن هات يا زمن نغني ونوثق لعدد من الأغنيات السودانية في المدارس الفنية المختلفة عبر غناوي وحكاوي لقاءنا الأسبوع المعتاد على شاشة قناة الشروق. اليوم حنقيف عند واحد من عمالقة الأغنية السودانية أدهش كل المستمعين والمتابعين لمسيرته الفنية بالشجان وبجمال الصوت وبالقدرة العالية على اختيار الأغنيات والتطريب العالي. عنده عدد كبير جدا من الأغنيات ما زالت مطبوعة على وجدان الشعب السوداني وضد النسيان. اليوم ما حنقيف عن مدرسة الراحل أحمد الجابري بصحبة الضيوف الموجودين معنا داخل استوديو غناوي وحكاوي. مرحبا بك أستاذنا الشاعر والدبلوماسي الكامل عبد الماجد. شكرا جزيلا ومرحبا بك، وأنا سعيد جدا جدا أكون ضيف في برنامج غناوي وحكاوي. نعم. ولا حكاوي غناوي؟ غناوي وحكاوي. غناوي وحكاوي اسم جميل جدا جدا. وساعتي يعني بتكتمل بأنه أكون مع هؤلاء الشباب. أول حاجة يعني زمراوي ده محب لأحمد جابري. نعم. وأنا ذاتي محب شديد لأحمد جابري. كلنا محبين. وجاد بنتنا كمان نسرين. نعم. مغنية رهيبة جدا جدا لأغاني أحمد الجابري. الاثنين ما شاء الله بيغنوا بصورة جميلة واستمتعنا الليلة إن شاء الله يعني بصحبتهم حنستمتع أكيد بكل الأغنيات المربوطة. نعم. بوجداننا وحنتابعها من خلال الحلقة. أنا برحب بكم مرة تانية الفنان الشاب صاحبة الصوت الأكثر من مميز وجميل نسرين، مرحب بك. أهلين يا إسراء ومرحب بك ومرحب بتيم العامل وبالقناة الجميلة قناة الشروق وتحديدا برنامج غناوي وحكاوي. نعم. أنا مبسوطة أني لأول مرة أكون في البرنامج الجميل الناجح. نعم. يعني أنا مبسوطة أني أنا أكون تحديدا في حلقة توثق للعملاق يعني القامة أستاذنا الراحل أحمد الجابري. أنا فخورة والله أني أنا أكون في يعني في توثيق للراحل يعني. نعم. نرحب برضو بمحمد زمراوي واسمك ارتبط بمدرسة الجابري، نفس الفخامة بطاعة الصوت طريقة الأداء واختيارك حتى للأغنيات، مرحب بك. شكرا لك ومرحب بك إسراء، مرحب سهرتنا غناوي وحكاوي. نعم. أنا سعيد جدا أنه أقوم أجي أحضر السهرة دي وأشارك، وسعيد جدا برضو يكون معنا الأستاذ الكبير الشاعر كامل عبد المجيد. نعم. برضو سعيد جدا بنسرين الهندي. أنا برضو والله سعيدة باحتمال السعادة بوجودكم عبر الأثير. سعيد بك أنت يا إسراء. أكيد شكرا. سعادة شديدة. نعم. ونتمنى أنه تدوم الصحة والعافية إن شاء الله. طيب نبدأ بك أستاذنا كامل، ولما نتكلم عن اسم أحمد الجابري ده اسمه الفني. نعم. حدارين نبدأ بمدخل اسمه الحقيقي. هو اسمه الحقيقي أحمد محمد عبد الله. والجابري يعني اسم جده لأمه، ولأنه كلمة الجابري يعني فنية أكثر أخذ الاسم ده. وهو طبعا زي ما أنت تفضلت يا صاحبي المقدمة فنان، يعني كان عنده مدرسة خاصة يعني هو عنده موهبة في التلحين وفي الأداء. يعني معظم الأغاني يمكن 95% من الأغاني التي يعني رددها، وانا احصيت له انا براي احصيت له 87 اغنيه. ايوه. يعني خلفها من خلفه عندما رحل، ورحل في منتصف حقبه التسعينات. نعم. ويعني الاغاني دي شاركوا ملحن واحد وهو شاعر اسمه عبد الرحمن ريح. أيوة. لحن له من الكم 80 اغنيه دي ثلاثه ولا اربعه، لكن الباقي كلها لحنها براو، لانه كانت عنده موهبه التلحين وموهبة الأداء الفز وموهبة العود. ودي واحدة من الحاجات اللي كانت بتميز. نعم. وحنرجع لها، لكن خلينا نجيف في واحدة من المحطات الغنائية ونبدأ بك يا نسرين، نبدأ بشنو؟ والله طبعا طالما معانا القامة أستاذنا كامل عبد الماجد. نعم. أكيد حنبدأ برايعته سيد الاسم. هي واحدة من الأغنيات اللي قدمت الجابري للناس وعرفتهم أكثر بالفنان الراحل الجابري، نسمع إن شاء الله. نسمع.
تملاها وتزغرت فيها والشوق تسير.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا بعد الفاصل. وقبليه ونحن تابعنا سيد الاسم. سيد الاسم هي أغنية جميلة وتكلمنا عنها، لكن خلينا نرجع مرة ثانية لواحدة من المحطات المهمة في حياة الجابري، اللي هو انتقاله من القرية لمدينة أم درمان. أم درمان الوقت ده كانت هي كأنما العاصمة الثقافية، فيها المفكرين والشعراء وفيها مدارس برضو فنية وعمالقة في الوقت ذاك. نعم والله فعلا. هو يعني شوفي يا أستاذة يسراء، لما تكون الموهبة قوية يعني ممكن أنت طوال تكون في الصفوف الأولى، فلك أن تتصوري أنه زي ما أنت يعني تفضلتي أنه هو جاي من قرية من غرى شرق الجزيرة. أيوة. وغير الموهبة والعود ما عنده حاجة، ويجي القضارف. من القضارف برضو هو يافع شال عوده وجم درمان في وقت يعني الغنى كانوا فيه العمالقه، حسن عطيه وعبد العزيز محمد داوود وابراهيم عوض، ده كلهم قدامه. فقدر طوالي يلقى مكان في الصف الامامي. يعني انا انت ما سالتني من سيد الاسم، انا كنت من اعجابي الكبير به بسمعه هو. وانا طالب في 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 جامعه الخرطوم الفت القصيده دي، وشوفي يعني لانه هو اخذت فيها اللحن الجميل ده. الاغنيه دي يعني شوفي لها كم سنه هسه وما زالوا الناس يرددوها. وما الاغنيه دي بنرجع عليها بعد اذنك، بعد ما نشوف هو كيف دخل واجاز صوته وبعد ذاك بقى فنان، ونشوف بعد ذاك شكل التعامل معك. آه هو 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 لانه يعني الزمن ذاك كانت يعني في لجان، لجنه النصوص ولجنه النصوص، لجنه النصوص والالحان كانت لجنه واحده. أيوة. فيها كبار الشعراء وكبار الملحنين، وكانت تابعة للإذاعة السودانية. أحمد جابري يعني حكى لي لأنه هو والمغني شرحبيل الأحمد مشوا ودخلوا للجنة، واللجنة قالت لهم بعد ما سمعتهم بسمعوا منك أغنية وبشوفوا اللحن وبشوفوا الكلمات. أيوة. لو كويسة بقول لك خلاص مجاز، وبعد ده ممكن تسجل للإذاعة. نعم. ما كانت في يعني نافذة للبث في السودان غير الإذاعة السودانية. فهو وشرحبيل الاثنين قالوا لهم أمشوا تعالوا بعد ثلاثة شهور. مشوا بعد ثلاثة شهور ثاني قالوا لهم امشوا تعالوا بعد ثلاثة شهور. فقضوا زي تسعة شهور. كان السبب في انه يمشوا ويجوا شنو؟ السبب ما بقول لهم امشوا جودوا شوية. ايوه. يعني اللحن ده فارق حبة، الكلمات ما اخترتوها كويس كده. يعني حتى شرحبيل هو برضه، شرحبيل طار معروف يعني. نعم. فشرحبيل قال المرة الثالثة لما قالوا لهم امشوا، قام خرج من باب الإذاعة وقام في صخرة كده كسر فيها العود وفات، وقال تاني ما بيجي. لكن تاني الجماعة أغنعوه قالوا له تعال. فلما نجول المرة الرابعة أجازوهم. شوف الضوابط بتاعت الغنى كانت في الفترة دي كيف. لكن الضوابط دي هي طلعت الناس اللي عندهم حس عالي بالموسيقى وبالكلمات ومدارس يمكن ما تتكرر. أي صح صح. لكن الليلة ما في لجان نصوص. الليلة ما في لجان نصوص، وفي أكثر من 15 20 إذاعة تجارية وإذاعة كده. عشان كده نحن هسه الناس لما نقدم يقول لك والله الغنى الهابط والغنى الكده، الغنى الأصل ما عنده لجنة بتجيزه شعرا وتشوف يعني صلاحيته. الغنى يا أستاذة إسراء لازم يكون يعني تهذيب للأنفس. صح. الغنى هسه نسرين دي وزمراوي لما يغنوا هسه أغنيتها دي حتخش البيوت وحتخش كده. الأغنية اللي ما طرائع الذوق العام وفيها الأدب وفيها، أنا شخصيا بفتكر إنه كلمات الأغاني دي مدارس بتعلم الناس الذوق وبتعلمهم الاحتذار وبتعلمهم الشكر وبتعلمهم السماح وبتعلمهم الأناقة. والفنانة هو زي زمراوي وزي الأستاذة واتزاتك، الناس بنشوفوا الإنسان أنيق ولابس وكده. الفن ده بالمناسبة الناس بيعينوا له كلعب، لكن أنا شخصيا بفتكر أنه هو ما نوع من أنواع المدارس فقط التي تنصر على الناس.
معلش انا يعني طولت لكن بدي فرصه اتكلم عن الفن وكده. اكيد احنا لما نتكلم عن الفن بالضروره بنتكلم عن عاطفه. نعم. والعاطفه زي ما انت بتعرف ما مربوطه عن الانسان لانه الانسان اصله كله عواطف. نعم. رايك شنو نمشي في واحده من اجمل برضو الاغنيات للجابري، وان كانت كل اغنياته هي جميله وبتلامس وجدان الناس، نسمع بصوت الفنان محمد زمراوي. نسمع شنو يا محمد؟ نسمع حكاية ملام. حكاية ملام. حكاية ملام. احنا بس ما دارين ملام ولا عتب ولا لوم. نسمع. بس قبل ما تقول حكاية ملام. اتفضل. انا داري اعلق على حكاية ملام، هي طبعا من كلمات زميلنا وصديقنا واخونا الشاعر الصادق الياس. نعم. وعندها قصة يعني مؤثرة جدا جدا. انه يعني احمد جابري كان عنده ارتباط وثيق جدا جدا بوالدته. صح. ووالدته كانت عايشه معه، ونحن بنمشي له في المسال ما بنلقى معه والدته ومعه شخص ثاني بيخدمونه وكده يعني. فارتباطه شديد جدا جدا بوالدته، فيبدو انه زي مشى للسهره، والكلام ده انا قوله الصادق الياس شاعر الاغنيه، ولما رجع لقى والدته متوفيه. واثر فيه جدا الموضوع ده. اثرت فيه جدا جدا. فقام الصاد صادق قال لي كتب لي حكايه ملام دي يعني. فعشان كده هسه انا قبل يعني كنت داير زمراوي يغنيها لانها كلماتها الحمد لله لسيت قلت لي غنيها لانه يعني كلماتها معبره جدا جدا، وهو بغنيها برنه بتاعت حزن شديده. زمراوي ذاته بغنيها بذات الحزن يعني. نسمع بصوت زمراوي. نعم. Oh.
حكايتي مع الملام قالت حكايتي مع الملام قالت حكايتي مع الملام قالت وعيدة وديما أتأسف بقيت محبوب علي مكتوب بقيت محبوب علي مكتوب بقيت محبوب علي مكتوب وقش في دمعي ما جفف بقيت محبوب علي مكتوب بقيت محبوب علي مكتوب بقيت محبوب علي مكتوب وقش في دمعي ما جفف يا غيمة ترمي كل وفر البسمة زي الكل وهل البهجة فوق الطل وكون نوال جزيل صبري جزيل صبري جزيل صبري جزيل صبري جزيل صبري جزيل صبري
اجري